اليوم بتيبس عندنا شيء سبيسيال هالوين بما انه 31 شهر هالوين، واليوم كمان رح نكون مع شيف شارل عزار وبده يحضر لنا كمان شيء سبيسيال هالوين، هالوين كيك، واكثر شيء بده يزين لنا الكيك. بس اليوم بدي اعطيكم فكره بسيطه كثير، بنجيب البامكن هول الجلو هون هيدي مسكرة، واحدة جديدة جابوا لي اياها. اوكي بنجيب بانتور اكريليك ابيض ما طلتشتك شادي نقز ما تخاف دغري عامل هيك لابس اسود مثلي بونجور جو. بنجيب لكينا بامكن، بنجيب بانتور اكريليك لون ابيض، دائما لانه نعرف انه البامكن لونه اورانج، وفي بامكن ابيض بس هيدا ابيض هيك احلى بهالشكل. عم فرجيكم كيف ندهن، ما بنحط مي ابدا. بانتور اكريليك نحن بنجيب غرادنا من عند ليبريري معوض جل الديب، والبامبكنز جبناهم من عند فلور ادونيس. اذا فوالا كثير هينه قصتنا، بس اكيد لازم ننطرهم لينشفوا. بدنا نقول له مبروك لمارك بيروتي، صار عنده صبي وهلا بعت لنا شيء طيب لناكله. ثانك يو مارك، الله يخلي لك ابنك. وبدنا نبعث له تحيه لكريستيان كمان، نقول لهم مبروك. ما بعرف شو سموا البيبي، بكره بنعرف. ما رح كفي، فرجيتكم كيف ندهن. اوكي انا ديجا دهني ابيض. على اول وحده رسمت شوف سوري، وهون رسمت على هيدي أرينيه. أول شي منطلعن على الإنترنت، منقصن، نرجع منكزن على البامكن. هلأ بدي أخد بانتور أسود كمان أكريليك، بعد ما نكز بهالشكل بهالشكل عم بدهن الأرينيه، أكيد عم بعملهم بسرعة.
متابع بهالشكل. ندهن الأرينيه، العنكبوت، نتابع نلون. فوالا، هون عنا شوف سوري، هي أهون. عم بخلص. أكيد أنتو بتاخدوا وقتكم أكتر. فوالا. أنا كمان قصيت شوف سوري، شوي لونت بسرعة، سو جبت كمان شريط حديد رح شك بالبومكن. بهالشكل بعد بدي احط 2 سنين. بعد وحدة هون ومنتابع بهالشكل على كل البامكنز.
خلص وقتنا، انا رح تابع اكيد. بدنا نحط اكثر على كل البامكنز، بدنا نحط بهالشكل وبيطلع عنا ديكوراسيون فينا نحطهم على طاولة سفرة هالوين بارتي. ما تنسوا موعدكم مع الشيف شارل عزار حوالي الساعة 11:30 مع هالوين كيك. اما هلا رح نتابع سوا اللايف اتوتالور.